السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم متواجدين وياكم من سوق الشورجه، راح نشوف الناس بما انه ايام العيد، او نقدر نقول انه هذه الفتره هي موسم لفتره العيد، فراح نشوف السوق وراح نشوف الحركه، وبالتالي انه نشوف القوه الشرائيه، وايضا نتطرق على كثير مواضيع تخص المواطنين اللي موجودين. ونبديها ويا الحاج حجين، الله يسعدك. الله يسعدك حبيبي، الله يحفظك الحمد لله. صلوات على ام محمد. عراقي لو اجنبي؟ عراقي. ها زينك وعيونك خضر، حتى بسيطك مرتبه. هاي من قبل. من قبل هيك؟ هي ما لها علاقه، يعني انت طبعك هيك. اي صار لي تقريبا 17 سنه. 17 سنه بهاي البسطيه؟ لا، بالشتاء ابيع حلقوم وبالصيف ابيع حلقوم. بالشتاء حلقوم؟ اي. وبالصيف؟ بالصيف مي وشرابك. لان الجو حار. الجو حار طبعا. والناس تستهلك سوائل بارده. اي يرغبون الماء والبيبسي. مرغوبات. نعم. البنزين فايده غاليه. غاليه؟ اي. شنو الغالي؟ وكنا ناخذ صندوق ستة ونص. اي مال بيبسي؟ اي. صاعد هسه و 8 ونص. هذا بيبسي بغداد هذا؟ اي. وهذا بعد بغداد؟ بعد بغداد. ما نغش؟ لا ما نغش. ولا تغير طعمه؟ انا الوحيد ما نغش. ولا تغير طعمه؟ لا ابد، بس الغازات مالته شوي اقل. والمي شنو هم غالي؟ تشتري؟ اي. ليش صندوق؟ جامد ناقصه ب 1000 ونص. جامد؟ يعني تاخذه بسعر المفرد؟ الحال ناقصه ب 1000. الجامد؟ زين. تم ترى جامد. هذا الموجود هنا؟ هذا جامد. هذا يجي منه جامد؟ جيبه من هناك اخذ من الوكيل. ربما لا يختار منه. لا شوف. لا احنا عندنا مي، الله يسلمك. ليش ما تجيب ثلج؟ هو جامد بعد عيني يجيب ثلج. ليش متكسر؟ ما يبد، مو مثل هسه مرغوب الجامد. اول ما يجيك يقول لك اعطيني جامد. هسه هذا مثلا اذا بقى ساعه ونص ساعتين يحتر. لا يصير حافظ عليه. حافظ؟ اي. يعني صار مال اليوم. زين. مال اليوم؟ مال اليوم. مال اليومين؟ اي مال البارحه. وبالليل اخذته وقضي هسه. معجزه حجي، لازم هاي مشتغله ما ادري بيها. لا هي حافظ عليها. حافظ علي بس حار هسه حتى يحار. نحار بس طول الجو. اخ رابط صدق خاب على قولة احمد، رابط كهربائي واردي. هي طماطم ما بيها. الله يخليك عمو. الله يحفظك. زين انت هاي الفترة اللي قضيتها 17 سنة اللي قبلها ما لقيت مثلا فرصة عمل غير هذا الشغل؟ سابقا الشنس ما تعين؟ ما متعين؟ انا سابقا كنت اشتغل طراز ورسام وفنان، يعني عندي رسوم وعندي زينك مال هيك اشياء. زين. يعني معروف بشارع النهار يعرفوني احسن طراز بالعراق يعني هاي طراز؟ اي اشتغل اعلام ورتب اشتغل من طراز. قمت تبيع كم برسه مي وبيبسي؟ اي ليش؟ وقفت المعامل مالتنا وقفت. المعامل وقفت؟ لين وقفت المعامل انت وقف؟ اي عشان اسوي انا بعد شو اشتغل يعني؟ كم سنه اشتغل الطراز؟ طفوتي يعني انا بالسبعينات انا طراز يعني. حد يا سنه عرفته؟ من صار السقوط. يعني بعد 2003؟ اي صار السقوط بعد مع منه وقفت. والرسم؟ رسم ماكو. هوايه بقت مو شغل يعني؟ لا هي هوايتي ومصلحتي هي هاي. يعني بديت تمارسها؟ لا والله تركتها لان انتهيت بهاي يعني. ما عندي مجال. ما عندك مجال؟ اي يعني شنو مجال ياكل؟ هسه بعد شويه اروح اصلي اجي ناس بعد ساعة ساعتين تعزل ونعزل. نعزل وين تروح؟ هاي البيت. تروح البيت بعد ما اشتغل بالليل العصر؟ لا تعبان شو انا من الساعة 7 هسه الصبح. الله يساعدك. بالله. شو حارة الظروف هاي صعبة يعني هسه اني من يعني ايجار. قاعد ايجار؟ اي ايجار بيت ايجار محل. زين. يا محل. عندي محل بالميدان. سوي مخزن. خذي اغراض. الغرض قد ايجاره؟ 75 الشهر. البيت قد ايجاره؟ 250. يعني وين المولده؟ وين الكهرباء توصل 450؟ نعم. المولده 30 قسم بها. ايش جاي تطلع هسه باليوم؟ ايش اطلع؟ يعني مثلا يعني اريد اعرف انه يعني هسه انا بالصبح الساعه 7 للاربع العصر يلا دق طلع لي فت 8 9 8000. فين كروه؟ لا هنا قريبا. تروح مشي؟ نعم. زين ماكو عادتك كبيره لو صغيره الله يخليك.
والله شد بس انا جوزت وبنتي جوزت توفى الحمد لله وخذت بس انا وبنتي بس كبرها الله يخليك عمرها 16 سنة 16 سنة طالبة ووصلت عليها زين واعي ومثقف اكيد يعني انه هسه يمكن اهم اهداف حياتك انه تخليها تكمل دراسة طبعا تكمل دراسة لا صف السيد هي تقريبا حتخلص متوسطة؟ لا تقريبا حتخلص كلية يعني كلية؟ مو بس انا اساعدها امومتها وقواضها يساعدوها يعني حالتي ضعيفة فما اقدر اساعدها كذا بقول لك اساعدها وهاي لا بس هم يساعدوها يشيلوها ينفوها مصرفها خلاها دوم وتخلص دراسة والحمد لله وشكرا هناك توفيق ربي يحفظك ويحفظ بنتك ان شاء الله الله يسلمك عمو وعيد سعيد ان شاء الله الله يحفظك وخلي العاق كله ان شاء الله يا عليكم السلام اهلا حجي ها طبعا هذا حجي سيرتك عليه شلون اخبارك انا يمكن قبل سنه سنتين صورت وياك اي بعدك هنا نايم اي نايم ها شدنا عليه عليه سيرتك عليه ها لا سألتك علي قبل سنتين تقريبا صورت وياك إيه بعدك بنايم هنا بالقاع بالشارع إيه هنا ما صار حل لا كش ماك والله بعدك أنا في وضعك إيه والله وهم الدواء ملابسك وهدومك جاي بقوهن من إيه والله قاعد يسبقوهن علي من يعني يتعدون عليه ولد الليل يتعدون عليه يتعدون عليك إيه والله منهم ولد ولد الشباب من المنطقة ليش كيف فقير ما ما لا ديهم ولا يغلطون عليه يضربون حتى يضربون بالطابق يضربون وانا اضرب بالابطال اضربون بالابطال بالابطال زين منك وترد عليهم يعني فما كان الشرطه ما كان الشرطه ماكو ما سوى لك حل كلش ما سوى لي والله نقران لا الشرطه ولا غيرهم كلش ماكو والله حتى الشرطه خطا العقام والنجمات والله خلنا عيد قصتك سابقا حكيت لي وحتى ناشدنا احنا بوقتها في وقتها حتى هنا طبعا ناشدنا على وضعه وحاولت بشتى الطرق انه نوصل صوت المؤسسات دور الرعايه الايتام وغيره ما حقيقه يعني يجوز بعض المؤسسات انا ما اريد يعني ما اريد اقول كلهم يجوز بعض المؤسسات انه مجرد هيك بس شكليات يعني مقليلها ودار ومهتمين بالايتام لكن من تعرض لهم هيك حاله انا مصورها الحاله سابقا وتعرفها عليهم ويقول لك انا خلاص الموضوع يمي وانتظر تليفون منك هذا التليفون صار سنتين منتظره ما حد خابرني رغم انه دليتهم بمكانه وقالوا راح نزوره ما حد اجاك ما حد اجاني ولا واحد ولا واحد ولا واحد اجاني ولا واحد اجاني ابد ولا واحد اجاني هاي الكاميرا لك اي وين في الصوره تحكي انا ما خلي جون يشوفون الفقير شلون ينام ينام بالشارع ما عند احد حتى المصرف ما عندنا مصرف حتى المصرف ما عندنا من هنا العام قاعد يعطونا راح اتغدى بينا اتريبين اتغدى بينا اتعشى بينا وانا ارجع عليه تعرف اي نعم يعني هو بالشارع هنا اي دارسونا اي نعم العالم جاي يساعده المحل اسف التجار هسه ما شاء الله كلها شورته كلها تجار هسه على الف الف هم اسوي لحد اغلبيتها والله تساعد تنطي لسه قاموا مهين ذاك من ذاك كثره تخاف لان كثره الحالات لا مو كثره عادي الناس ما عادي الناس ما عادي بس هسه انت من تحكي جاي نحكي احنا باهم مكان شورجيا اللي هي اقتصاد العراق هنا نعم. يعني كل التجار الموجودين هنا اي ما عندهم فسعه مثلا ما سووا حد ما بادروا ابد يعني فقير مثلنا يساعد الفقير ترى والله العظيم هذا الحكايه صحيح والله العظيم دائما حتى بحملات اللي اسعى بها انه اقدم شيء للناس الناس المحتاجه القى اللي عنده فلوس ما يتبرع واللي ما عنده فلوس الفقير اللي عايش الحالة هو اللي يتبرع نعم يا وضعه يا طبعا زين والله انا سايق لا حصل يومي 20 ثق بالله ها مين يجي يسلم عليه اشيله في الالف اقول له كلك لفه صح بس انا حاتي ما تساعد يعني واحد يمون على الثاني مثلا من يوم اللي عندك تنطي نعم يوم اللي ما عندك يهتم وراك عائله وراك شو اسوي يعني اذا اقدر علي مثلا تطلع احنا 9000 10000 الله يخليك اذا زايد ماي بيبسي اقدر علي اساعد اذا ما اقدر علي ايش اسوي؟ اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله انا اسمي احمد
احمد يا بس احمد شو وقت طفل؟ شو وقت طفل؟ مو نبات يقول لك الصبر يعني ملينا من الحدود ملينا يعني انا اليوم انا اقول الصبح اقول باكر احسن لا اجيب اسود زين انا شلون اعيش؟ انا هسه لا افكر بالاجار يعني بعدي 8 ايام او 9 ايام يوجد عندي 250 ما عندي ما مطلع ايه مثلا تروح على واحد يقول لي ابي دايني وانا اعطيك اياه من الاستاذ شو؟ ايه يقول لي انت قاعد زين شلون حيستعدي الظروف ودانك حتى تسددني زين ويجي قبل الاجار يصايح وياك يا بطيخ يا ماكو شغل ماكو يعني جابك تيجي تقعد بيتي حتى ما تعطيني اجار شو اسوي؟ اقول يلا بس انا متى يعني نبقى بس هسه انت مثلك مثل وضعك كون عندك شهاده وخريج وعندك اختصاص وطراز ورسام يعني من الجرائم انه هاي المؤسسات المعنيه ما تحتوي جريمه ما تحتوي يعني انا احسن طراز شاعر النار وكم يعرفوني جماعتي كم يعرفوني اشتغل رتب اعلام يعني واقول الحمد لله وشكرا لله مطيني الصحه والعافيه يعني زين موجوده الصحه والعافيه اي زين مره الحمد لله وشكرا الله لك توفيق نعم الكلام متواصل وياكم خليكم جاسم شلونك؟ الحمد لله بخير شلون اخبارك؟ والله زين قصة لكم تبيعون الموضة؟ راح يصير لنا 25 سنة 26 سنة؟ 25 سنة؟ وانت عمرك ايش قد؟ لا يعني احنا قديمين هنا بس انا ابن عمتك هاي وهاي البسطية من زمان؟ اي ها؟ اي هذا المكان نفسي اي سوقكم بس بالصيف؟ بس بالصيف وش تبيعون؟ لبلبي باقل لي اي اه شلون الشغل هذا؟ تسعف هذا قلقتني موتتني لا لا تنمس حالك شغلكم شلون في هالايام؟ والله الحمد لله زين هي الحركه هسه واقفه بال على اعتبار موسم عيد منتهي حتى الناس قليلين جاي يشوفهم هنا قليلين شمس حاره تكتل كتل شمس حاره مو؟ اي خلينا نشوف الحج حج الله يسعده عمري حبيبي حلوه الحركه والله الله يا حركه من هالحين هسه هاي مكوناتها شنو داردنا شغل محمد احكي المكونات مو هذا يخبطها حمودي انت بس يوقف والله ايه بس توقف؟ اي والله تعال حمودي تعال سولف لنا المكونات شنو هسه يسموها دون درمه؟ حليب ومطيبات حليب ومطيبات ايه قاعد تخلونها فستق فستق وشعريه وازبري ليش اسمك انت تخلون بها؟ شويه في طعم على مود الطعم؟ ايه ها؟ ايه وبعد شو تخلون ازبريات؟ ازبر هذا والله خلينا نشوف شلون يحضروها تعال هنا هسه احنا خطوه خطوه، الخطوه الاولى شنو؟ هاي الصنفه من هناك كم وحده تخلي منها؟ مو سوى حسب الكاسه تمليها هسه هاي الكاسه بيش؟ بلف هاي فستق شعري هذا فستق؟ اي سباكيت هذا ازبري هذا ازبري؟ اي بس هاي النوعي؟ ها؟ اي بس هاي النوعي فراوله اي ازبر ما تخلي اخلي؟ ازبر وفراوله اي هو فراوله نفس الشيء والازبر نفس الفراولة نفس الفراولة ما يساوي برتقال زين بس على الثلج ثلج وملح بدون ثلج تموع تروح لا الملح اللي يجمد اشوفه سائل ملح؟ اي الملح اللي يجمد مو ثلج يصير مي المي اللي يجمد المي اللي يجمد أي. بس المي البارد اي المي البارد مال الثلج خلينا نشوف ضوء الشباب والله شكرا حبيبي الله يرزقكم ان شاء الله شباب شلونكم؟ شرفك طيب ولا والله تخبل زي بلد ها؟ بلد هي زينه زينه وضعيتها اي طبعا طبعا هي هاي عراقيه اصلها؟ والله ما اعرف حجينا هي هاي عراقيه لو تركيه بالبدايه؟ لا عراقيه عراقيه العراق الاصيل هذا العراق الاصيل دوم اصيل العراق طبعا بس شو محصل خطيه؟ بس شو ماكو؟ شمس وتكتل بس وين ضربت الشمس؟ هذا هذا صاحب والله شنو موضوعك؟ في يوم وين؟ شلونك حبيبي؟ شلون اخبارك؟ الله يعزك الله يسلمك. ايش الجو مال برمودا هسه؟ والله حجي يعني تباوع يعني من الصراحه يعني الحذاء رد ساعه ونص المسح. زين. الهدوم. زين. الحين راد الاكاوي. كهرباء ماكو.
وانت غيز مو صحيح؟ اي والله انا خلصان شعراتي ماشي سوار يرادنا مي بارد اي والله عصاير لا شربنا مي بارد ثلاث طالعين بس بطلع شرب ثلاث طالعين مي بارد مين طالع؟ من دياله من دياله؟ اي على شنو جيت؟ والله جينا نسوق هنا انا من وعندي بس محل هناك؟ عندي كوفي شوب والله وجاي تسوق منه؟ لا والله اللي جاي يسوق انا بسوق من شارع فلسطين نرجع شارع فلسطين نسوق راقيل ومع السلامه؟ اي اي والله زين هسه احنا الحركه بما انه ايام عيد احنا جاينا اسم الله عليك والجو حار يموت ولا واحد طالع ما حد يطلع ما حد يطلع هو الجو حار وثاني شيء يعني هو واحد وين يروح اذا كهرباء ماكو مي ماكو واحد وين يروح قاعد ودي اسال والله وين يقول انت ما حتى ابيض بعدك لا انا اشتغل والله اشتغل يعني ولا ضربت شمس لا والله والله يا تسيل البارحه طالع من 2 الظهر ما رجع 2 بالليل ما مبين علي مو لا يا بف اي يوم الله وكيلك بيت يعني من البيت للشغل يعني ما ايش عجب اسود هو ملحش ده انا بالشغل 24 ساعه والله هو هم بالشغل غير من يا شغل مع ودي يا كوف ويطلع الساعه بالخمسة العصر يرجع ب 12 بالليل بس والله البارحه طالع يضج منك يضج مني احلى منك ثم لا واحد قال تفضل كلها وبالعافية لا تموت رحمة الله على والدي عيد مبارك ان شاء الله مقدم نعم مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم خليكم ويانا يا صباح العافية رحمة الله والدي يا مسيت العافية رحمة على والدي عبرة 12 شلونك؟ والله الحمد لله شخبارك؟ خير الحمد لله هذا جمير؟ مو جمير جمار القلب جمار؟ جمار القلب جمار القلب ايه هو هسه الوضع القلب موجر هسه جمار ما تلاقي اطفائي على هذا الحال لا يا ابوي شلونك؟ والله الحمد لله شغلك شلون؟ زوين قد صار لك بهاي المهنه؟ قلت لك من عمره 7 سنوات هسه انا مواليد 71 مواليد 71؟ ايه قول يا الله اي والله بس اللي بو علي يقول لك هذا 50 50 اي مو؟ اي والله اي مو تعب تعب وضيم اي زين عمرك 7 سنوات بيع جمار 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 خلينا نقول جمار والحد هسه والحد هسه صيف شتاء ابيع هذا مكاني وبسوق الغزل هناك مفتح بالمثل مفتح بالجمعه هسه مثلك من 7 سنوات هسه عنده مول مزرعه مال يا مول عمل على والديك والله نجيب منا نصرب منا العيشه صعبه عمي تلفت؟ تلفت مو مثل قبل زين هسه انت بيت جاي تجيبها هذا احنا نقص بدينا نروح البستان نقص ونجي بساتين؟ اي من البساتين مال من البساتين مالتكم؟ مال الصوره لا لا بساتين مال العالم ليش يطلع عليك ما يريدوها لا بالفحل الدقل في فحل ونثير؟ اي بي فحل آه. العشون شلون تعرفه بالله علمنا عليه الفحل يطلع قش هذا شنو؟ هاي نثير هاي نثير اي الفحل شلون؟ الفحل يطلع هذا القش ماكل لك هون بيه التمور ايه ذاك فحل ومن الطعم اطيب؟ الطعم الخستاوي اطيب شيء لا بذني بذني الفحل فحل اطيب؟ ايه ليش؟ ناشف؟ اي لما يصير بيه تمور هذا من يصير بيه تمور يمص التغذيه مال الجماره مال الحلا ايه زين بس التقاعد تعيين قبل في الفترة اللي راحت هاي السنوات الأخيرة ماكو كل شيء ما لاحظ؟ ما بي لو أنت ملتهي بالجمار إي ما بي أنا يعني أروح أداوم وهذا وتعال وأوامر وما أدري شنو ما بي ليش؟ ما بي مرض؟ لا بعدك صغير بس مو شك متعوب إي إي أنا مرضت سنة وسبعة أشهر قرمت يا ستار يا رب والله الحمد لله زين هسه أمشي عليهم شت جرام عربانه مال معوقين. قلت الوحده؟ لا اثنينهم. اثنينهم؟ اي بعد. ليش؟ من هبطت على ابني قالوا مات هو صحك الشي ما بي يعني وقعد. لا اله الا الله. اي والله. وعاد عدل هسه هو الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الحكي يا سنه. هاي صار له فوق مع السنه هيج. وهسه رشدك زينه بهاي 12؟ زين هسه قليل بيها. اي بيهم ثقل قليل. بيتك هنا؟ لا لا بالصويره. بالصويره؟ ايه. وشلون تجي يوميا؟ ايه تجيبني سيارة منك اجيب الجمار مالتي وتجيبني بسوق الغزل اكمل تنظيف وهذا وجد اللي جاي والعربانة هاي وياك تاخذها؟ العربانة لا اجرها من سوق الغزل من الخان ليش تاجرها؟ بالفين بالفين ايش كم ساعة؟ هو من اكمل شغلة واودي الغيار وش قد جاي تطلع باليوم؟ يعني 20 25 مرات
كل الوارد 20؟ لا لا مو الوارد الي الي. انت هسه شلون جاي تبيعه؟ وزن لو شنو الموضوع؟ قصص بلي بلبين بكلافه باربعه. هاي هسه مثلا هاي؟ لا هاي ما ابي. ها ما تنباع؟ اي هسه هذا دا ابيع بين هسه هاي القشايه بيش تبيعها؟ مو يشتبه اللي يريد بلي ب 500 ب 2000 الماعد دا طيب. هسه انت معذب بعدنا ما مصورين وياك وزعتنا اي. اي الماعد دا طيب. انت لا تبقى عليك هيك بعد على العزومه يطلع خساره. اقول لك الحمد لله والشكر ما طول واحد يقول لي رحم الله والديك من يعطيه قصه هاي كلش كافي تسوى ملايين والله عاد والمعده والمجد يعطي زين زين. خدمت سابقا بالجيش؟ خدمت بس كلها هروبات. خلاص هارب؟ اي اداوم شهرين واهرب لسنه. تتوقع من بين حج؟ اه تتمانجرع المنطقه خاوة. لا لا تتمانجرع شلون؟ اي غير قبيل كنا وكاحه وهذا مو هسه هذا الوقت بعد بس وكاحه بادب مو مثل هسه إيه بادب مو يا هو كان تجي وهذا وتضربه وما ادري شنو لا بس اللي يصير عليك الادب لا حجي والله لزم لي السكينه بين كنت شقه من لزمتك ام الياي كانت وياك لا لا ما الزم لا ام الياي وسكينه مال تكريم هاي كبيره اي هاي ما لا لا مال تكريم هاي تقرب نخل اي شايله وانت طالع عم بدون شيء مو ابدا لا انا ما اعرف في المليان رحم الله والديك اتمنى لك التوفيق رحم الله والديك وعيد سعيد ان شاء الله مقدم رحم الله والديك مقبلين على ايام رحم الله والديك ان شاء الله حجه ان شاء الله حجه وصحه وسلامه رحم الله والديك يا رب شوفك بمزرعه هيك ام العشر دوانم تزرع من هذا الجمار حتى يصير عندك مول ان شاء الله شكرا جزيلا حبيب قلب وعيوني نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من سوق الشورجة خليكم وياكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مية هلا. خليني أعرف في البداية هسه احنا الأيام المفروض هاي أيام تستثمروها أنتم التجار أصحاب المحلات ليه الموسم؟ صحيح. القوة الشرائية هنا اللي موجودة، حركة السوق، الناس جاية تشتري فعلاً موسم لو مو موسم؟ لا ماكو كل موسم. ماكو كل موسم؟ أبد. أنت مخلي سوادات حجي. هاي السوادات ما لها علاقة، أنا عندي ألوان وعندي سوادات، اللي يشتري سوادات اللي يشتري ألوان، بس هو كوضع السوق نعم. يعني حتى العيد مال رمضان اللي مضى كنا نشتغل احنا بشعبان دائما نهيئ نفسنا بنص شعبان نشتغل بشعبان وفي نص رمضان ما صارت هاي الحاله نهائيا فماكو موسم ماكو بالبلد ماكو اي موسم هذا ايش قد صار لهذا الركود؟ صار له فتره ما يقارب بالخمس اربع سنين هالشكل وليش العيد الكبير يعني يكون موسمه اضعف من العيد الصغير؟ يعني يقول لك العوائل اشتغلت بعيد الصغير وهو فترته قريبة أم صيف صح؟ إيه يعني قريبة مو تقول مثلا مزامنا شتاء وصيف لا نفس الموسم اكو عوائل ما تقدر تشتري مرتين والقاطة اللي يطلع عليها بثلاثين وبعشرين وخمسة وعشرين صحيح لو لا ولا كان اشتري وجبتين ناس على قد حالة اللي يقدر يشتري وجبة اللي يشتري بعيد رمضان ما يشتري بعيد الكبير الموضوع على مستوى الشورجل وعلى مستوى الاسواق العراقيه بشكل عام والله على مستوى بالنسبه لي احنا هنا بالملابس كنا نعاني اضافه حتى حتى ابو المفرد يشكي جاي يشكي ابو المفرد لان احنا اذا اشتغل ابو المفرد احنا اشتغلنا صح. ابو المفرد اذا ما اشتغل احنا عليه من المن نبيع صح لو لا اثنين اكو نقطه كلش مو مجوز ما حد منتبه عليها اللي هي القروض دمرت البلد قروض منهن؟ قروض اللي يستلمها الموظف والمواطن المتقاعد هذا من دمرت البلد؟ هي دمرت المواطن، المواطن دمرته. انت تاخذ قرض، انا اخذ قرض، ذاك اخذ قرض، انا التهي تسديد القرض، لو التهي اشتري بضائع واشتري تسوق. صح لو لا؟ يعني انت سويت قروض وسلف للمواطنين وللموظفين وللمتقاعدين، بس اكو فالشغله كلش مهمه. لهيت انت الموظف والمواطن المتقاعد بالتسديد القروض والسلف ما قدر يشتري. واحنا بصوره عامه احنا يعني خل اكون صريح وياك بصريح العبارة احنا شعب بينا هواي بشعين في هذا الموضوع وانت هازين، انت هذا الموضوع مو فقط على الموظف، انت اليوم حتى اذا تطرقت الموضوع العقاري على نطاق البلد كله يصير. نعم. يعني ما يصير بس موظف. نعم.
هو الموظف من شريحة المواطنين. يعني بخصوص القروض، يعني يوم حتى القروض من مصارف البنك، العفو المصرف العقاري الأهلي، المصرف العقاري، يعني هسه حتى العقاري قبه مستحيلة، يعني ارتفاع أسعاره مو منطقية جدا. أخذ 150 مليون، أخذ 100 واشتري بيت، أخذ زين، هذا من ياخذ ذني دولة تريدين لو لا؟ دولة تريدين زين، من تريدين الدولة، أنا يعني مين انطين؟ من راتبه، من راتبي، راتبي ايش راح يبقى بي؟ يبقى بي بس على قد اللقمة اللي أكلها يا دوب، ما أنا أقعد أشتري زايد ما أقدر بعد، فصار ركود بالبلد كله. هاي القروض ترى دمار، يعني لا تتصور، صحيح بها يعني فائدة كورونا وارتفاع الدولار وغيره، هاي كلها ملتمة، ارتفاع الدولار لأني جانب، لأني جانب آخر، كورونا جانب، ارتفاع الدولار جانب، ارتفاع صعود البضائع خارجيا يعني برا جانب آخر، فكلها ملتمة. وين تجي علي من؟ براس المواطن، خصوصا المواطن الطبقة الوسط والدون، الوسط والدون، أما الوسط وفوق جاهز قادر، يعني ما أقول لك مو قادر، قادر، بس اللي وسط ودون يا دوب مثلا يمشي حاله، يعني إذا اشتري له مثلا، جبت لك هذه تشسة، إذا اشترى بعيد تشبي الصغير عيد كبير ما يشتري، يعني هسه أنت مثلا هذا الأخ اشتريت لك قميص بعيد الصغير، تشتري بالكبير لا بروح أبوه بين، هذا ما يشتري خطيب، خلص عجال، هو بشوف البديو مال اطفال خلص عجال، الله يخليهم. لا ايش يسوي ماتينا، يعني احنا اليوم حتى بنتطرقنا ونزلنا للسوق، مو ديش الحركه، هذا موسم عيد، يعني احنا شوف فارغ موسم عيد، هسه تفتر بسوق العربي راح اشوف ابو المفرد قوه العام، قوه العام، قوه العام، لين كان ابو المفرد بسوق العربي تريد تمشي ما تقدر، تريد تمشي ما تقدر، ليش؟ لان الاسبوع الاخير ينزل المواطن يتسوق ياخذ له القميص، البنطلون، التيشيرت، يصير لود يصير بيه. هسه روح للسوق العربي ما تلقي مثل ما كل سنه. محلات عزلت. واي عزلت. وهذا هسه تشوف اقرار حاط تليفوناته محل معروض للبيع. للبيع مو للايجار. بيع او ايجار، لان ما يشتغل. السوق تعبان عمي، السوق تعبان. شنو الحل برايك؟ صندوق قروض؟ هاي وحده كلش مهمه. نزول الدولار. هاي اثنين، انتعاش الصناعة المحلية، هاي الصناعة المحلية، طراز على مستوى، شنو طراز على مستوى يبيع مي، هذا انت تدري هذا انت كنا احنا نصنعه، من جاي تستوردونه؟ من سوريا، سوريا وتركيا، وقماش يعني وخيار، القميص، التيشيرت، البنطلون، كنا كل احنا نخيطه، هذا كلنا راح نفقده، ايادي عامله ماكو بعد، لازم معامل النشط، معامل النشط، المصانع المحليه كلهن، بدل اني ما اجيب لي بنغلاديش واجيب لي مصري، هسه الموديل الجديد يومين وثلاثه طب لي مصري، زين ذول المصريين مين شباب؟ كانوا يمنا يشتغلون لانه بالكارثه هنا، يعني يلا شباب مصريين اقول لك تاجرون، تاجرون يشتغل عماله، زين انتم شلون تطببوهم؟ المصدر ذاك اسمع صوتك، ذولاك العراقيين قاعدين زين، اذا ما اشتغل يروح على الانفجار، مات بالمصدر مو لو لا عمي، دمار مو انتقام، مر 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 علقم العيشة مالتنا، يعني بالقدرة المواطن العراقي مهيج قوة عيش على حساب المواطن العراقي، والله المواطن العراقي عايش بالقدرة، خليها ببالك، اترك يعني اكو ناس متمكنة وتقدر الدولة، ما اعتقد ما فرق شيء صالح المواطن، لا تحكي لي على ناس المتمكنة، احكي لي على الناس البسطاء، صح لو غلط، ولا جايب لي الزيت الزفر اللي ما يتقلى به فلفوله، هذا زيت سندس ما شو اسمه سوسن زيت زفر، هذا زيت الاسماء على اطفال الحبايب، اي على الحبايب، اتمنى لك التوفيق حبيبي، شرفنا، اهلا وسهلا بقناتكم الكريمه، وان شاء الله يحفظكم ويستركم ويمكنكم للفعل الخير ووفقكم ربي، تمانينا وتحقيق الامان ان شاء الله، شرفت بكم عيل، احنا مشاهد كرام متواصلين معكم، خليكم معنا. الله يساعدك. الله يسلمك يا رب. قاعدة مال واحد. اي مال نرجيلة. نرجيلة وعلى القاعدة. متخيل هاي تشيحة بحر. يا تشيحة بحر. شور تلبس وتقعد وتغير. لبنان لبنان هاي هسه. لبنان هنا. اي لبنان اي. بيروت. خير من الله. تعال هاي الشمس ايش تتخيل من حقك؟ يا دوب يخلص الوقت. يا دوب اصلا ما اجي، يا دوب انهزم اني
والله العيش آه. على كيفك بس اعصابك. ما قلت لك انا اعصابك انت لا لا انت بنصول ومرتب وعراق بكل بك الخير والبركه. الله يسلمك. بس هي العيشه صعبه. عيشه كلش كلش مو شلون مشان. صحيح كلش مو شلون مشان. ايش صار لك بمهنتك؟ من عمري 13 سنه وهاي 49 سنه صار لي. حمال. اي حمال. زين انتم الحمالين والعمال لا عندكم مثلا نقابه؟ العمال مثلا ما مسجلين بيها؟ ما عندكم مؤسسه راعيه لكم؟ كل شيء ماكو. تيجي تشتغل تحمل هذا. ابو النقليات ما عجبه قال لك يلا اشطح. هذا العمر اللي اشتغلته وبدون تقاعد مستقبلا يعني تعرف وين لمن اشتغلت؟ العائله وهيك على وضع يوم المفروض هاي خدمه مثلا عندك تقاعد يوم مصرف حالك حال اي مواطن عراقي عفوا مواطن عربي لان احنا ما شاء الله العراقيين احنا طايح رايح احنا خير من الله عندنا زاي لبنان ايه لبناني والله عند البيت فينيسي اي من اجي هنايا انا رايح لبنان ايش الساعه تجي يوميا؟ اجي يوميا بالستة وربع هنايا واحل بالاربعة اربعة وربع اي هاي سقيفة؟ ايه باي نا هذا مكان ايه زين وشغلتك بس تحمل؟ ايه استلم غراض هنايا واحمل واروح على الشريف ايش قد تاخذ؟ مو انا عامل ما اعرف الشريف ياخذ ابو النقليه ايش قد يسعره يعني شلون بالضبط؟ وضح لي اياها يعني مثلا هسه انا بس استلم اعطي وصل للحمال يودي للتاجر يودي للتاجر ايه انا احمله ودي للسياره هناك يوزعون لصاحبه واجورتك منين تستلم؟ من ابو النقليات من ابو النقليات ايه راتب شهري لو لا يومية 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 ايش قد تطلع؟ 35 يعطيني صافي بس ما تكفي اذا بطل الزيت ب 4000 3 ونص زين ايش عندك عائلة الله يخليهم؟ عندي ثلاثة ولد اثنين ولد وبنية الله يخليهم كبار صغار والله ابني ذاك اليوم متخرج وهسه قاعد ورا باكر راح اطلع حمال جيبه وياك اي قلت له بابا انت هاي اذا اعطوك الشهادة اجيب لك لا اجيب لك بطل قصه وخليه بالمي يوميا تشرب شويه من عندها ليش؟ حتى رزق حرس هذا حرس الشهاده صار لها سنين يدرس الشهاده مال الدوله هاي على مود رزق بالكيت والله تقول له خذها وقعد بالبيت والنوبه يقولوا لك تعال راح نبني مدارس يا مدارس خذلانك وخذلان بالموضوع يا مدارس ما مصدق بهم ما مقتنع؟ شنو؟ مو قلت لك ابن عمي خليني هسه لا هسه الواقع احنا نعرفه كله احنا اي يعني هاي الوعود اي كلها كذب تقبضها بعدين عود كلها اي بني يقول لك يابا خريج راح نعينك اي انت لما صار عمرك 69 سنه 70 وصلت الموت يقول لك بعد ما تفيدنا انت يلا زين هسه مثلك ان شاء الله طولة العمر لك انت وامثالك والناس الموجودين هنا يشتغلون هذا العمر هسه يجوز بيك حيل بعد سنه سنتين ما بعد سنه سنتين شلون مثلا؟ ما الله 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 موجود الله كريم تروح يقول لك ما اعطيك رعايه شنو ما مستحق رعايه انت؟ يقول لك إيه انت ما مستحق شو تسوي بيها؟ شلون تعيش؟ ها؟ شلون تعيش؟ شلون اعيش؟ هو رب العالمين موجود بالله الكريم جديات يعني بس هي العائله تريد كلها تريد كلها فاتحه حلقه والنوب العشائر تريد الواجب الفاتحة العرس يريد المريض يريد ايش طلعت هاي شاكوش خما شاكوش كلها تريد كلها تريد منك وما حد انطاك واكو والله موجود بس تباوع يعني ماخذها هيك ماخذها بالضحك ايش يصير عاد تنقر تموت هو اضحك اليوم الله كريم باكر بس اجى عمرك تموت ما اجى عمرك زين منك يعني هسه انت مثلك هسه مسوي انجاز للامان اولا معيش عائلتك الحمد لله وما سالك طريق مو زين الحمد لله وشكر والبركه بيك انه خليت ابنك يكمل دراسه اي والله بس طلعت امشي من ذمته عمود لا باكر عقب اموت يقول ابويا هيك هيك بلشته الله يسلمك بيقول كمل بس بعد وراه زواج اي طبعا لازم ازوج العشتون لازم تشد حيلك اي طبعا العشتون ضعف بس لا خليه يشتغل هو جيبه وياه لا هو ما شاء الله سبع زين الحمد لله يعني واقعنا هيك للامانه اي بعد انتهت وشمال يقول لك تعال راح نسوي حدايق هو مي وينه؟ راح نسوي اي كملها كملها راح نسوي مدارس والتعيين وينه؟ هذول الخريجين اكثر شيء يسوي خطير هذا الخريج اللي يبيع مي اللي يبيع حلويات اللي يبيع لوشة اللي يبيع شو اسمه لو 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 مش لو ظل هذا ابني لو ظل مشتغل حمال كان يساعدي خير من الله انا اشتغل خير من الله احسن ما يدرس شغلتكم ما بيها واسطات؟
هسه بهالوقت بيا واسطات. شلون بالله واسطه؟ عمك ابن خالك الغريب الا قدم وياهم يلا يشتغل. احنا مرض الواسطه مرض يعني صار مرض. صار بدمنا بالدوائر الحكوميه. هسه اي محلات من هاي اذا مو عرف قديم يشتغل وياهم يقول لا تجيب لي واحد جديد. انا بعلاوي اي لا تجيب لي واحد جديد. هذا حجي وياك؟ لا هذا حجي وياي يذب لي غراض انا استلم له. يعني مو مو حمال؟ لا هو حمال. اي هم حمال باعش كبره؟ ويش وضعه؟ اي وضعه باعش. الله يكون بالقوه يشيل شيلي بالقوه. ابو من؟ ابو من؟ ابو علي. ابو علي الله يساعدك. تعال ارتاح شوي. شلونك عم ابو علي؟ شو اخبارك؟ زين استريح لنا هنا ابو علي. استريح 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 بس استريح لنا دقيقه. قواك الله يحفظك. انت بهذا العمر وتسولف صار لنا ساعه انا واخوي زين حياتي ايش يعني تخلص حياتي وما تنتهي مستمره هيك. ايش قد صار لك هسه انت بهذا؟ والله 15 سنه. 15 سنه حمار قبلها وين كنا؟ والله كنا بالعسكريه بزمن صدام بالجيش. ما ضمنت تقاعد؟ وانا كنت قاعد مكلفين كنا مو تقول يا متطوعين مكلفين ايه زين ايه وجينا انه بذول تلقونا الشمس حاره تقتل الله يساعدك بالله الكريم. ماكو حل ماكو حل. هاي ال 15 سنه حتى يمكن 30 سنه جايتك يجوز نفس الوضع ما يتغير الامور يعني ماكو مثلا بارقه تمل بها خلينا نقول نسوى نسوى نحول نسوى. سوينت لك مشروع خاص بك خاف باكر عقب العمر الى حوبه الى حوبه وانتهى العمر تقريبا قاعد نلعب بالوقت الضايع احنا ايه لا يعني كونت لك فشي محل بيت اجره يعني كذا. تقريبا تعيش من يمين. يعني مو يعني عيشه مريحه وعيشه سهله وعيشه يعني مضمونه ايش يعني شلون تقول على الهامش على الهامش يعني مستقبلك مجهول تقريبا اي والله وبقى مستقبل هو بقى مستقبل شيبات و شيبات وغزلنا غزو اي الوضع تعبان الامور تعبانه يعني ذول الموجودين يعني بالراس يعني عايفين العالم يعني تاركيه ما حد مهتم بيه والله العظيم هاي ولا كنا مواطنين لا طبعا دخيلين على العراق هم الدخلاء هم الدخلاء مو احنا احنا مو دخلاء هم مو خشواد احنا خشواد وناس يعني زين نعيش بالحلال بس هم الناس يعني هم خربطوا الاول والتالي الله يكون بعونك الله يحفظك عندك خلفه بس اوقف والله عندي يعني اثنين ولد كملوا الدراسة؟ والله بدراسة ما يقدرون يكملون، من يوفر لهم الأمور؟ من يوفر لهم الفلوس؟ ما تقدر ما تقدر ما تقدر اضطريت أنه تبطل هم بطلوا والله، يعني شافوا الأمور يعني تعبانة وما حد يقدر يعني يمولهم، ما حد كذا، يعني عافوا الدراسة. أتمنى لك صحة وعافية. الله يحفظك يا خالتي الله يحفظك عيني. الله يخليك. هاي أنت فوق يعني فوق ما معاناتك العايشة وتشوف القهر. أنا هنا هنا أشكال شايفاني. والله. يعني اقول لك من 13 سنه وهي 49 يعني اذا كل من يحكي لي همه شويه يمكن سباني جبلات اثنين ثلاثه جبل مال هموم اي بس انا واحد يشكي الثاني اي هذا هو يجي يشكي لي همه وانا اشكي له همه وهذا مقضيها وخلي جماعه بس انت هسه ما دام الله سبحانه وتعالى دي طلع لهم نفط جديد فد اشياء فد اشياء انه هذا يعني البير مال البير مال المي هم دي طلع لهم جديد بالانبار ما ادري وين لا بس يمدهم لو دامت بس هي بعد ايش؟ لو دام اي هو شو بعد بعد ايش بعد ما خلصنا؟ اي خلص راح انتهى العمر شوف جنان الله يسعدك حبيبي شلونك؟ الله يسلمك الله يسلمك والله الله يسلمك انت شو تسوي؟ والله يساعدك انت على هذا الحال الحمد لله تعبان؟ اي والله شو وقت طالع؟ بالخمسه على اللي بتتعاركون هنا؟ شلون والله سولف وياه؟ مو تعارك وانما يعني الولد هذا الشيء شفت نزله ب 3000 3000 نزله؟ باليوم ايش كم يشتري؟ اول ثاني ب 3000 بالرابع يجيبه بالرابع يجيبه الليل والله وعلى شنو يتعاركون وياه؟ هو يقول باع اليوم اشتغل ايه باع اليوم شلون رازقه؟ باع شلون؟ حسد عيشه اي من على الفقر حسد عيشه على اساس صديقي على اساس صعد لك قصاره هي عربونه حديد ومش تعقله شلون؟ مال التاج ما ينطيك ليش؟ ما ينطيك ليش ما يعطيك التاج؟ شيء اخرك يعني مقصد لو شنو؟ هو ماكو متقصدينك ما ينطيك اخرك هيك كمل كمل شغل عده دزك ما عدا الشايات تجيبها له وتجيب له الغداء وتجيب له تجيب هنا له اي هو من عندهم بس كل ساعه يدزك زين اكو حركه في الوضع؟ اي تقريبا عامود العيد وهي مو ذيك الحركه مو حركه موسم مو حركه موسم اي ماكو شو تسوي؟ قبل سنين
كان مال عيد، انت ما تقدر تحكي وياي هيك. اي والله صحيح، اتذكر كنت اشتغل هنا بالرصافه بالملابس. واشتغل هذا هسه كل نص ساعه، كل ساعه يجيك شريفين ثلاثه تكتب، كل نص ساعه شريفين ثلاثه. شنو هالوضعيه؟ لخص لي، لخص لي الوضع بكلمتين. اخلص لك الوضع، الوضع يعني الاسوء الاسوء. اليوم اي اليوم يجوز احسن من باكر، اليوم يعني شويه بها مجال احسن من باكر. صار الموضوع بالعراق مو باكر احسن من اليوم، اليوم احسن من باكر. اليوم شوي احسن من باكر، يجوز باكر انقص. ايش قد يميز؟ انت ليش احس اكو حكي بداخلك ما تريد تحكي؟ ليش؟ احسك موجر انت. انا اول ما تقابل تاخذ لك قهوه وياي، قلت لك ترى لساني لساني مو الي. لا لا انت لسانك يخبط. الله يسلمك. والله العظيم الله يسلمك. ان شاء الله ايدك مو الك، مو لسانك مو الك. عيني هسه انت شنو مخلص اي سجاير وشو تسوي؟ شايف هالحار؟ وخرنا الشفقه، تعال خلنا نباوع. يلا نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم مثل ما تشوفون يعني هذا الوضع. ناس يعني عوائل وكذا عايشين على الشلفان، عايشين على الحمالة، وفوقها واسطات وحسد عيشه، والتاجر ما يعطي فلوس، وذاك يتاخر، وهذا يبقى الوضع هيك. والناس يعني شلون اقول لكم انه مستقبلهم مجهول، لا تقاعد لا ضمانات، لا انه المسؤولين لا الدوله سوت لهم مثلا فتح الفت شيء انه يضمن مستقبلهم، ولا هو ايش بقى بعمرهم. يعني شفتوا انتم ابو علي يعني شعره ابيض، لحيته ابيضه، ومنتهي يعني منتهي وضعه على اقصى درجه، يعني وضعيته منتهي. فبالتالي احنا نتمنى انه من الناس اللي تباوع، الناس اللي تشاهد المسؤولين، خصوصا انه ايام العيد، ايام العيد المباركه، شوي نضرب حال العالم، شوي طوروا من وضع المواطن العراقي. ترى والله نستاهل، والله العظيم نستاهل، وهاي ناس صدق يستاهلون لان ناس طيبين. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج ايام الناس، وإلى اللقاء.